আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাযা আফযাল আহমাদ ইয়াতাকাল্লাম মিন আলামি হারবাল দাওয়াখানা। ইস্তাইকিস সাবাহান মুবাক্কিরান ওয়া কাম বিরিয়াজাতিন বাদানিয়াতিন ইউরিকাল জিসমা وذلك دون أكل شيء بعد ذلك كف واستريح اشرب الماء الحار إلى حد أن تشبع منه وتناول الفطور بعد بضع ساعة وذلك قدر 75 بالمئة وتناول الغداء قدر 50% وتناول العشاء قدر 25% وذلك وقت الإفطار اشرب الماء بعد ساعة من كل الطعام وتناول الغداء واقفا أنت في الباقي مسائب المارس كيف نعالي الشخص إن إليك لجسمك حقا أعطانا الله 32 سنا أمزق الطعام كثيرا الأكو أسابق بعد الطعام easily absorbed بتناول الأغذية الخفيفة خفف عمل المعدة بأسنانك اجتنب تناول الطوابل والشهم اتصل المشورة مجانا إلى اللقاء نلتقي في الوقت الآخر إن شاء الله لأجل مشاورة اتصلوا بإلى الهاتف رقم 090-588-33 عالمی هربل دواخانہ عام روح الحندیہ السلام علیکم।